العساس، واحد العساس مسكين هنا الفوق دار المشكله على كليب، شي واحد شد الكلب ناض المشكل كله بادي على كلب، كله بادي على كلب. مني هذاك الدري ضرب الكلب، مع الاخر هبط دا خوه ودا شي دراري وهذاك الشيء طلعوا العساس تحاموا عليه، مع شي سته ولا شي ضربوا العساس، شي سته اللي ضاربين العساس. ولدي انا ما جاي حتى سالت المضاربه وجاي هابط، لقى العساس مضروب، هزاتو لابيلانس، جاي مهود من جاي مهود، لقى واحد السيده حبساتو قالت لي وقفاتو، قالت لي يلاه معايا المارشي باغا ناخذ شي حاجه نتعشى، شي نص خضرات لي مع شي حاجه، هودها المارشي خدا داك خدا لي هذاك الشيء اللي باغا، جا حطها وجا هو للدار. الغد لي صابحين عليا البوليس كيقول لي راه فين هو ولدك، فين هو ولدك؟ كنقول لهم ولدي راه في الخدمه ما كاينش. صافي مشاو سيمانه، كنا انا ولدي دير شي حاجه سيمانه كامله والدري غيبقى بارك، كون ضارب العساس غيبقى بارك، اليوم تيجيو ديو اللي ضرب العساس راه هربوا، هربوا تاز قالت ورجعوا لديورهم عادي، يعني راه مشاو تخزنوا ورجعوا، مني شافوا ولدي اللي مشى فيها رجعوا لديورهم، شي ما كاين. وهو مسكين اللي هز الحبس دابا 3 شهور هو مشدود، يعني في الظلم والحقره، الظلم والحقره هي هذه. هو اللي خدم على خوتو ستة نفوس، باه مسكين مريض ما كيقدش يخدم، هو اللي هازهم خرج من السادس هو خدام، ما خلى نجاره ما خلى مسكين، هما الجيران كلهم شاهدين هاد الوليده الاخلاق ديالو بعدا كديره، دري نقي ما هوش مكان ما هو هادو. مني مشات الدريه خط الضحيه كتقول لهم هاد الدري راه ما داير والو، كيقولوا ليها قال لها مالو كيصنع لنا البيطادين، راه شمكرت اخلا خليه، كيفاش نخلي انا ولدي سدوا بيه الطقابي وما داير والو؟ علاش العساس مسكين راه دابا كوما، العساس راه دابا كوما، العساس راه كوما، كاينين الشهود كاينين الاشهادات. العساس مني ناض المره الاولى ناض شويه شاف ولدي وريته التصويره ديال ولدي، قال لي ما عندي حتى شي علاقه بهذا الدري، ما عندي بيت انا عندي المشكل مع الاخرين، وكيفاش تبدا داكشي في النهار وخونوا ليا كلب وتضاربت معاهم على الكلب وطلعوا ليا عاوتاني مع العشيه جامعين ليا وشدوا العساس مسكين دقدقوه ضربوه، يعني عساس الزكومه مسكين هي اللي ضاربين العساس في ديورهم، وواحد مسكين ماشي فيها. علاش خدام في حي التيسير في داكشي ديال البومبات 3 سنين هو خدام مسكين، دابا ضاعت لي خدمته. الوليدات الصغار هو اللي خدام عليهم، هما خلاهم راه 4 الخوت صغيورين، الاخر فيهم عنده 3 سنين هو اللي هازهم من السادس هو خدام عليهم. العساس مسكين ها هو تا هو ضاعت لي حياته، هو دابا في كوما تا هو وضيع، يعني هادشي راه ما يبغيه لا الله ولا العبد. وكنطلب من سيدنا ومن السي الحاموشي ياخذ لي حق ولدي، انا راه امراه فقيره، راه ما عنديش لا ما كنعرفش حتى فين نمشي ونجي، علاش تظلموني بحال هكا؟ علاش؟ السلام عليكم. هدري من الفاميلا اساس واحد باركين، المهم عنده شي كليبات مربيهم تيوكلهم تيشراهم، جيت اشي دريه هزيت الكليب دار فيه، قال لي بلاش تهز الكليبات راه معايا غادي نربيهم باش غيولوا يعسوا معايا. ملي بداو بحال هكا مشاو قال الدار مع الدراري، شوف واش غلبهم، غلبوه الله اعلم. مشاو يجمعوا عليه الدراري، جمعوا عليه 6 دراري مشاو تيضربوا فيه، ضربوا بلاص كاع فرشخوا ليه راسه. واش راه عيب؟ واش حنا غنوقفوا في دولة الحق والقانون؟ حنا غنولوا في هذا الشيء ديال الحروب باش مرضياتنا؟ هذا الدري دابا ميت، لا دار شي حاجه راه يتخلص من عند الله. وهاد الناس اللي دابا اللي هما متلوقين ما يتخلصوش من عند العبد، ما يتخلصوش من محيين. وتنطلبوا من الله وسيدنا والحموشي يكونوا بيت كيما ناضوا في هذا النوض اللي ناضوا اليوم، يعاودوا ينوضوا اكثر من هذا الشيء اللي ناضوا اليوم. وخاصنا الحق ديال هاد الدر، هو ما حاضرش هذاك الدر. يلاه وخدام على دارهم وخدام، اش المصير ديال هذاك الدري وشنو المصير ديال هذاك الدري، هذاك اللي في الحبس وهادو واللي دايرين ما تشدوش، كل شيء عندهم راه يشدوا الدري الصغير من هنا غيوريهم شكون اللي ضارب وشكون اللي ما ضاربش، وان شاء الله غادي يبان الحمد لله باذن الله غادي يبان. انا مرا كبيره اللي سمعنا ما غاديش نكذب، حق مول الحق، هاد الدري مسكين تمضلو ما ضارب لا بيديه لا برجليه غير ظلمه، فهمتي؟ ماشي غير بالظلم، حنا كنشهد شهادة لله، كنقولها لله وربي كيسمع، وراه هذا شهر الغفران، سمعتي؟ لهذا الولد مشى على باطل، وما هوش مكار ما والو، هز خوياته مسكينة هي كتخدم في الدور، شو حال تا وداها كي دايرين، وظلموها، صافي اللي عنده في هذا الوقت من يوقف عليه راهو كيطلب اللي ما عندوش راهو، صافي المرأة هذه راه ولدها
مظلوم ها معانا في الدار ما عمر نسمع عليه شي حاجه ما عمر جبد شي حد ما عمر ابدا ما كاين كمي ما يشرب ما والو الدريبه قاصحه هز اخوته مشى هكاك مسكين حق الله العظيم اللي مشى هاد الولد هكا والله ما دار هاد الولد ولا دير شي حاجه صعب والدرب كله كيقولها